اليوم عندي لكم ريفيو لمنتج من شركة نيكستلي مع الحبيب جورج. هلا. طبعا غبرنا لما قلنا بس عشان اقتراحه في تصوير. ايه تصوير شنو؟ صحراوي. صحراوي تصوير. ما احب الامور السهلة انا حلو. حبينا نطلع نسوي ريفيو بالصحراء واستمتعنا، فاذا مغبرين طوفوا. والله انا شوف رمل مثل ما قال سالم، معنا إضاءة حلوة كثير من نيكستلي، فيها كثير مميزات وفيها كثير اشياء حبيناها، وكانت جدا مفيدة خاصة بسبب هالمميزات تبعها. ما بدنا نحكي كثير بالانترو، بس خليكن معنا لتشوفوا شغلتين، تشوفوا شو هي هالإضاءة، شو مميزاتها، كيف استفدنا منها بالصحراء خاصة بمكان مقطوع عن العالم، وثاني شيء تشوفوا الفيديو الحلو كثير اللي صورناه باستخدام هالإضاءة. خليكن معنا. فالو سي عندنا اليوم، الأمانة استخدمناه بالرحلة اللي قبل شوي طلعنا لها في البر وكان جدا مميز. ليش بالنسبة لي كان جدا مميز؟ احنا راح نتكلم عن القطع الموجودة، بس بقول لكم شغلة وبعدين ارجع لهم. سبت هذه القطعة، القطعة هذه تي مع الفالو سي، وتخلينا نقدر نشغلها عن طريق بطاريات الان بي باتري. في فلاشات ثانية تشتغل عن طريق بطاريات الان بي باتري، ولكن اليوم احنا استخدمناها لمدة تزيد عن 3 ساعات، يمكن تقريبا 4 ساعات، 3 يعني. طلعنا الساعة اي ساعة؟ طلعنا الساعة 7 بلشنا التصوير، ردينا الساعة 10:30 تقريبا على كل اضاءة، لانه سالم عنده اضاءة وانا عندي اضاءة، كل واحد استخدم منه بطاريتين من فكيناهن، مش مستخدمين منهم 10% ولا شيء، يعني استهلاك هالبطاريات جدا قليل، فهذا شيء وايد حبيناه. اذا احنا نبي شيء ما نحاتي بطارياته، ما نحاتي شحن، ما نحاتي الامور هذه، الفالو سي خيار جدا مناسب. وايضا فيها قوه، يعني قاعد تعطينا قوه حلوه، طلعنا بلقطات اللي احنا كنا طالعين عشان ناخذها يعني. يس. طلعنا بفكره نصور شخص سيلويت، فلنعمل افكت السيلويت بدكم كم اضاءه هائل لتقدروا تحددوا الشخص ويبين خياله بس ويبين الرم تبعه. ولكن هالإضاءة اللي هي تعتبر 80 واتس، اثنين منهم وبأغلب الأحيان حتى كنا عم نستخدم وحدة مش اثنين، قدرنا نعمل إفكت السيلوات بامتياز وبشكل سوبر 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 حلو. الرد الحين شنو كان موجود معانا في بوكس الفالو سي؟ موجودة الإضاءة نفسها والكفر، ايه كفر البلاستيك اللي سالم ما يستخدم، سالم ما بيأمن بالأغطية، لا العدسات لا ال... استر كمل استر. رفلكتر، وعشان نقدر نستخدم الباوندز ماونت عندنا هذا الأدابتر، ومثل ما قلت لكم حق الان بي باتري. وإذا ما نبي نستخدم بطاريات نبي نستخدم كهرباء، عندنا أيضا كيبل كهرباء لينا مع العلبة وريموت، والأهم تجي بشنطة مرتبة. والله مرتبة. الحلو سالم أنه أنا عندي إضاءات 60 من غير شركات، وتقريبا حجمها يعني بشي بسيط أكبر من هالإضاءة، ولكن لا أقدر شغل عليها بونز ماونت، اشتغل عليها ببونز ماونت، لأنه هالإضاءات الصغيرة ما عندها القدرة تتحمل بونز ماونت ديفيوزرز كبار، فبيرتقوا الشركات المصنعة على هالإضاءات الصغيرة أنه نحطوا معها هالأكسترا أدابتر من الأدابتر سبيشل تبعها اللي هو بعتقد بيبي بونز إذا مو غلطان، وتحط عليها هيدي، فبيصير الحمل على هالقطعة بدل الإضاءة. فبالإضاءة الثانية اللي عندي اللي هي 60 واكبر من هي بشي بسيط، لاشتري الان بي باتري وهيدا
كان الإضاءة مفروض يكون سعرها بسعر هالإضاءة، ولكن طوفت 115 دينار لا وصلت لنفس النتيجة، وما في شنطة يعني كذي بكيس. يلا طلع برا. قوة هالإضاءة غير أنه مثل ما قال سالم أنها قوية، تعمدنا بالتصوير اللي صورناه أنه ما نوفر. فأول شيء أول ما بدينا بتعرف لأنه ما كنا واثقين من الإضاءة وهيك، فكنا نفصل الإضاءة، نخلص المشهد نفصل الإضاءة، بعدين بعد أثنك تاني أم ثالث مشهد الإضاءتين شغالين كل الوقت، استخدمناهم لنركب كاميراتنا نضوي المكان اللي كنا فيه لأنه فعلا كان ظلام، يعني ما في أي إضاءة ولا حتى من أي شيء قريب، فاشتغلنا فيها الإضاءة كل الوقت ونورنا المكان خلقنا كشاف مخيم كشاف مخيم. نزلنا والله يعني مو مستخدمين I think at best 15% من بطاريتين NP بكل إضاءة، فطالعين نحن أنا وسالم، سالم شرج كم بطارية؟ أنا أربعة جايب، أربعة وأنا جايب عشرة، قلت رح نستهلك ولا شيء. وعلى الرغم يعني احنا صح استخدمنا البطاريات فترات طويله، فالبطاريات قعدت معنا الفتره هذه كلها، لكن في شغله ثانيه احنا اخذناها اكسبيرينس، اخذناها تجربه، يعني احنا شفنا الفلاش هذا ايش كثر يتحمل الحراره، يعني ترى الجو حار مو بارد، واحنا بر ومخلين الاضاءه شغاله طول الوقت، قاعد حتى لما احنا ناخذ بريك بين المشاهد وكذي الاضاءه شغاله 100% عشان تنورنا المكان، وفوق هذا كله ما احترت معنا، ما حسينا ان فيها اي هيت ايشيو نهائيا. صح، مع انه مثل ما عم بقول لك انه مشغلينها 100% كل الوقت، يعني الاضاءه كانت على 100%، ف it was literally guzzling power، يعني عم تسحب الباور كامل طاقه الاضاءه عم نسحبها ولا شيء، الوضع تمام 100%. بالاضافه لموضوع الحراره ان ايضا الرحله اللي احنا طلعنا فيها يعني لاحظنا كان جدا في هواء غبار، في حركة، في الأمور هذه أيضا، هذه الأشياء ما كانت إيشيو بالنسبة لنا، أيضا هذه الأشياء ما أثرت سلبا على الإضاءة، قدرنا نستخدمها، قدرنا نستفيد من طاقتها كاملة 100، وكانت جدا مناسبة لتصوير المشاهد اللي احنا كنا نبيها. صح، حتى الحلو اللي بنظري كان أنه عادة لما تطلع بإضاءة كبيرة تصور حتى لو بتشتغل على بطاريات، عادة بدك تحاتي موضوع الفي ماونت، تحاتي موضوع ستاند، هالإضاءة literally أنا وسالم أخذنا يعني أصغر ستاندات موجودين عنا تحملتها للإضاءة، والإضاءة كانت ثابتة، البيلد كواليتي ممتازة، بلس هيدا حجم الإضاءة كامل بيسع بكف اليد، فهيدول العوامل كلها زيادة على البطاريات فعلا بيخلوها إضاءة ممتازة للي بيصوروا برا ويلي بدهم قوة كبيرة بحجم صغير، وبالتالي يشتغلوا فعلا بشكل هو منه وايرلس، فأنا حبيت سميها وايرلس، حسيت حالي لأول مرة عم صور بإضاءة وايرلس ترولي وايرلس، لأنه هي والبطاريات على جنبها البروفايل تبع الإضاءة كلها بيطلع هالكبر ولا شيء بالنسبة لي. في 11 إفكت فيها نعدل بيناتهم. أنا بالإضاءات الكوب صراحة ما بحب موضوع الإفكتس، بحسه بحب أعملهم بفلاج، بس للأمانة الإفكتس بهالإضاءة على حجمها ستيل اللي حبيته أنه ضايفين هالأوبشن، لو أنا ما بستعملها مثلا، بس الفكرة أنه فيها هالأوبشن أنه كأنها إضاءة كبيرة، هذا اللي حبيت، أنا مو لأنها إضاءة صغيرة قال لك أنه بنشيل الإفكتس خليها بس إضاءة داي لايت، لا 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 لا، إضاءة كاملة بس ما عملنا شرينكج. وطبعا بما أن الإضاءة إيه معاها الأدابتر هذا اللي يخلينا نركب أغلب إكسسوارات البونز هيد، فقدرنا نستخدم السنوت، قدرنا نستخدم الرفلكتر، قدرنا نستخدم أكثر من شكل من الأشكال اللي احتجناها في تصوير المشاهد اللي صورناها. وطبعا الكل عارف أن الماونت هذا وايد فيه لها اكسسوارات بالسوق نقدر نستخدمها على إضاءة بالحجم الصغير هذا. فعلا احنا يعني وديناها حق أقصى ظروف ممكن أن نستخدم فيها إضاءة، أتوقع أن شوي كنا ظالمين بالاختبار 100%، بس أدت الواجب صراحة، أدت الواجب يعني إيه. وما ولا للحظة حسينا أنه يعني عم ندفش هالإضاءة على الليمت، بالعكس كان نتركها شغالة ونقول إلا سام خليها شغالة خلينا نشوف، قاعدين عدنا أخذنا بريك شي نص ساعة إضاءة شغالة رحنا عم نصور، هيدا كله عم نقلكم بآخر النهار البطارية مش متخطية 10%.
يعني هذا شيء مميز. البطارية ما نقصت معانا، زايدة، الحرارة تمام، الغبار والأمور هذه ما أثرت فيها، أي ستاند أركبها عليه عادي ما أحتاج لها ستاند هيفي والسوالف هذه، الحجم صغير أشيلها وأتحرك فيها بدون لا أحس إني أنا شايل وزن معاي، يعني إضاءة جدا 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 مناسبة خصوصا حق شوت أند جو. 100% اللي بيصوروا برا اللي بيحبوا شيء قوي مثل ما قال سالم، it's a very great choice. بس كم سنتي هيك؟ أنا مهندس على أساس يعني عرفت. أوكي. سنتي 2 3 4 5 6 7 سنتي ولا شبر؟ أقل من متر على الأكيد هالإضاءة، وأكثر من 2 سنتي على الأكيد. هلا ما بنعرف قد الحجم، بس إنه بتساعد كف اليد. شو؟ والله كف اليد. كف اليد. كف اليد. والله. فنفرجين الفيديو. نوريهم الفيديو. يلا شوفوا الفيديو. نقول باي باي هلا ولا نرد بعد الفيديو؟ بس. بس. الفيديو يختمها. 100% مشكورين. شكرا سالم على الاستضافة. العفو، وشكر خاص لشركة AAB World على رعايتهم لهذه الحلقة. شكرا لنكسلي، شكرا لوليد اللي مثل معانا، وشكر لنادر، وشكر لسالم، وشكر لإلك بس لسيارتك اللي طلعت لنا قصامة. صراحة اليوم أكلنا رعبات، بس هلا موضوع لحلقة تانية بنحكي فيها نسولف فيها. يلا الحمد لله، يعطيكم العافية.